يا من تغير بعد رمضان، وما علمت أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة؟ ففي صحيح مسلم كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر: أعوذ بالله من الحور بعد الكور. وفي رواية: أعوذ بالله من الحور بعد الكون. معنى ذلك: أعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة.